مساء الخير على كل متابعين. قبل ما أبدأ الفيديو بتاع النهاردة أحب أشكر الناس على التفاعل الجميل اللي كان على الفيديو بتاع منحة قطر. تفاعلكم ده هيساعدنا أكتر إن احنا إن شاء الله هندور لكم على كل المنح في الوطن العربي وخارج الوطن العربي، ونتكلم عنها ونعرفكم كل المنح اللي موجودة. كمان كنت عايزة أضيف حاجة للناس اللي بيسمعونا دلوقتي، لو في أي حد حاول إن هو يقدم على منحة من المنح اللي احنا اتكلمنا عنها واتقبل فيها، ياريت يكتب لنا في الكومنتس تحت او في التعليقات اتقبلت ازاي وعملت ايه، وياريت يتواصل معانا ويعرفنا ايه هي الحاجات اللي اتبعها عشان يتقابل في المنحة دي. وكمان الناس اللي قدموا على المنح اللي اتكلمنا عنها بس ما تقبلوش فيها، ياريت برضو تكتبولنا تحت في التعليقات ايه اللي حصل، او اللي قدمتوا الابليكيشنز بتاعتكم ازاي وايه اللي حصل وما تقبلتوش ليه، ونقدر ان احنا نتكلم مع بعض ونشوف ايه الاخطاء اللي انتم ممكن تكونوا عملتوها بحيث لما تقدموا بعد كده تتفادوها وتتقبلوا في المنح. وطبعا ما تنسوش الاشتراك معنا في القناة ومتابعة كل المنح، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لان اللايك ده هو اللي بيساعد الفيديو ان هو يوصل لك اول باول، وكمان بيساعد الفيديوهات بتاعتنا ان هي توصل لكل الناس. اما بقى عن المنحة بتاعت النهاردة، فهي منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية. الناس المهتمية بمجال الدراسة في المملكة العربية السعودية، احنا اتكلمنا عن منح كتير جدا في المملكة، المنح دي هتظهر خلال الفيديو، تقدروا ترجعوا وتشوفوا المنح المتاحة دلوقتي. المنحة اللي هنتكلم عنها النهاردة من مقدمة من المملكة العربية السعودية هي منحة جامعة الأمير سلطان. المنحة دي مش تمويل كامل، هو تمويل جزئي، بمعنى ان انت بتدفع جزء من المصاريف، وطبعا على حسب كل طالب والتقديرات اللي بيجيبها، بس بشكل عام المنحة دي الخصم فيها بيكون بنسبة 40%. كمان المنحة دي مقدمة لطلبة البكالوريوس، يعني بعد ما تخلص الثانوية العامة بتاعتك وعايز تدرس في جامعة الأمير سلطان بس عايز تدرس بخصم معين وجايب تقدير كويس، تقدر ان انت تقدم في الجامعة دي. مهم كمان تعرفوا ان جامعة الأمير سلطان هي جامعة خاصة في السعودية، بس جامعة معتمدة، تقدروا ان انتوا تتخرجوا بيها وتاخدوا شهادة معتمدة وما تكونوش قلقانين من اي حاجة. اما عن التخصصات اللي بتقدمها الجامعة دي، ففي تخصصات معينة بتقدمها للطلبة البنين، وفي تخصصات بيقدموها للبنات. بالنسبة للبنين، فعندك تخصص زي هندسة الانشاء والتشييد، هندسة مدنية، الهندسة الكهربائية، هندسة الشبكات والاتصالات، هندسة الانتاج والتصنيع، علوم الحاسب، إدارة الطيران، التسويق والمحاسبة. أما الأقسام المتاحة للبنات فهم 4 أقسام بس: علوم الحاسب، التسويق، الترجمة، اللغويات، التطبيقية. بتجيلنا تعليقات كتيرة جدا بيسألوا ايه هي البرامج المتاحة للمنحة دي، رجاء تابعوا الفيديو للآخر، لان انا دايما بقول كل البرامج المتاحة تبع المنحة، وانا في العموم بحاول ان انا اقول كل المعلومات الممكنة عن المنحة دي، فرجاء تابعوا الفيديو للآخر علشان تعرفوا كل المعلومات دي، ولو في معلومة انا ما قلتهاش في الفيديو اسألونا تحت في التعليقات. المنحة بتاعتنا دي مقدمة لكل الطلبة الدوليين مش بس الطلبة السعوديين. بس لو هنتكلم على النسبة المئوية، فالنسبة المئوية المطلوبة من الطلبة الدوليين او الطلبة الغير سعوديين فلازم يكونوا جايبين تقدير 90% فما فوق. اما لو انت طالب سعودي فلازم يكون تقديرك العام جايب 85% على الاقل علشان تقدر تقدم على المنحة دي. وكمان ناس كتير بتسألنا في التعليقات، خاصة من دولة الجزائر، بيسألونا احنا جايبين التقدير المعين ازاي هنقدر نحسب تقدير على حسب المنحة دي. انا معرفش صراحة كل تقديرات الوطن العربي بيحسبوها ازاي، بس بما ان المنحة دي كاتبة ازاي تحسب النسبة المئوية بتاعتك او النسبة المركبة، فهم كاتبين على الموقع بتاعهم ان هم بياخدوا 30% من الثانوية التراكمية، زائد 50% امتحان قدرات، زائد 20% من التحصيلي. تقدروا تسألوا عن امتحان القدرات، تقدروا تسألوا عن 20% التحصيلي دي ازاي تقدروا تحصلوا عليها، بس هي دي طريقة حساب النسبة المئوية لو انت هتقدم على اي منحة داخل المملكة العربية السعودية. لو انت جايب تقدير اقل من التقدير اللي هم طالبينه في المنحة، للأسف المنحة بتاعتك مش هتاخدها. كمان المنحة دي لو انت جايب التقدير ده ورحت قدمت في المنحة، مش شرط ان انت تتقبل فيها، لان المنحة بياخدوا دايما من الناس اللي جايبين درجات اعلى. عموما المنحة دي بتعتمد اكتر اذا كان في مكان داخل الجامعة بيسمح للطلبة ان هم يقدموا على المنحة، ولو في اماكن بتكون اماكن محددة، والاماكن دي مش كل الطلبة بياخدوها، بالعكس هم بيشوفوا الطالب المتفوق
الطالب اللي تقديره اعلى، الطالب اللي اوراقه كلها كاملة وجاهزة، وساعتها هو الطالب ده اللي بياخد المنحة. طيب انا ازاي بقى اقدر اقدم على المنحة دي؟ زي ما قايلين على الموقع بتاعهم ان انت اول حاجة لازم تقدم على طلب مكان داخل الجامعه. يعني اول حاجه لازم تدخل على جامعه الامير سلطان وتقدم على طلب كطالب جديد للجامعه، وبعدين هم بيبعتوا لك حاجه اسمها رقم الطالب. الرقم ده اللي بيكون ان انت سجلت واخدت مكان في الجامعه. عشان بقى تقدم على المنحه ما تقدرش تقدم من غير ما تاخد الرقم الطالب ده من الجامعه، هم بيبعته لك على الايميل اللي انت دخلت سجلت بيه. بس كمان مهم تعرفوا ان قبل ما تقدم على المنحة، هو طبعا انتوا اللي لازم تقدموا على المنحة، ما حدش يعني ما بتدخلش على اوتوماتيك على المنحة، لا انت اللي لازم تروح وتقدم عليها. ازاي بقى تقدموا عليها؟ اول حاجة واول شرط هم كاتبينه على الموقع ان انت لازم تسدد المصاريف بتاعت الجامعة. بقى طبعا مش بتسددها كلها، بس بتسدد جزء معين من المصاريف. تقدروا تتواصلوا مع الجامعة وتفهموا الموضوع ده اكتر، بس لازم تعرفوا ان انتوا قبل ما تقدموا على المنحة في نسبة معينة من مصاريف الجامعة المفروض بتقدموا عليها، بعد كده بتقدم على المنحة. كمان حاجة مهمة جدا جدا لازم تعرفوها ان انتوا بتدفعوا مصاريف اسمه او مبلغ اسمه ضمان المنحة. في حالة ان انت رحت قدمت على المنحة علشان تتقبل، في حالة قبولك في برنامج يعني المنح الدراسية دي، لازم تمر بمرحلتين او تعمل حاجتين. اول حاجة تسدد مبلغ ضمان المنحة، لو اللي هو بمعنى ان انت بتحجز مقعد ليك، والمبلغ ده بيكون كبير شوية. هم المبلغ اللي هم حاطينه على موقع المنحة مبلغ قديم، انا معرفش دلوقتي المبلغ ده ممكن يكون زاد دلوقتي، بس المبلغ سنة 2020 كان 5000 ريال. بعد ما بتسدد المبلغ ده عشان تحجز مكان للمنحة، لازم تعرفوا ان المبلغ ده غير مسترد، يعني هتدفع 5000 ريال سعودي، ولو انت ما تقبلتش للأسف المبلغ غير مسترد. بعد كده لو انت اتقبلت في المنحة، المبلغ اللي انت دفعته ده هيعتبر جزء من الرسوم الدراسية، يعني انت كأنك دفعت 5000، ولو اتقبلت في المنحة 5000 دي من ضمن الرسوم الدراسية، ولو ما اتقبلتش في المنحة 5000 دي مش هتترد لك. طبعا مهم جدا بعد ما تتقبل في برنامج المنحة تسلم اصل شهادة الثانوية بتاعتك في الميعاد اللي هم هيقولوا لك عليها. المنحة دي زي ما قلنا لطلبة البكالوريوس فقط، مفيش اي منح لطلبة الماجستير والدكتوراه. لو نسبتك اقل من 90% للطلبة الدوليين او 85% للسعوديين، للأسف مش هتاخد المنحة. لو انت عندك عايز تتقدم على الجامعة وفي تخصص مش مذكور في المنحة، بس انت عايز التخصص ده، للأسف مش هتقدر تاخده لان تخصصات المنحة محدودة زي ما اتكلمنا عليها. كمان لو انت خدت التخصص وعايز تغيره بعد ما تاخد المنحة، للأسف المنحة هتسقط ومش تقدر ان انت تاخد التخصص ده. حاجة مهمة جدا ان شرط استمرارية المنحة ان انت لازم تكون جايب تقدير 3 من 4، تكون محافظ على التقدير ده. بس هما كمان هيبعتوا لكم بالتفصيل ايه هي الشروط اللي لازم تتوفر فيكم او لازم تحافظوا عليها علشان تقدروا تحافظوا على المنحة طول فترة الدراسة. الاوراق المطلوبة عشان تقدم على المنحة دي: صورة من جواز السفر بتاعتك او الهوية بتاعتك، خطاب التحفيزي، خطاب التوصية، السيرة الذاتية، بيان بكل العلامات الدراسية بتاعتك، وطبعا مهم جدا تقدم شهادة الثانوية. وكل الحاجات دي لازم تكون موثقة وجاهزة وقت التقديم على المنحة. انا حاولت اقول كل المعلومات المهمة والمتاحة للمنحة دي قدامي. لو في اي سؤال انا ما قلتهوش في الفيديو اكتبوا لنا تحت في التعليقات، ولو عايزين ان انا اتكلم على منح تانية ياريت تكتبوا لنا تحت في التعليقات، وانا هحاول ان انا اجمع لكم كل المنح الموجودة في الوطن العربي. لو في منحة قدامكم وما عندكم الشروط ان انتوا تقدموا فيها، استغلوا الفرصة دي وما تضيعهاش. والتوفيق لكل الناس اللي هتقدم في كل المنحة.